طالبت هولندا السلطات الروسية بالإفراج الفوري عن 30 ناشطا من منظمة السلام الأخضر تم اعتقالهم قبل أسبوعين في مدينة مورمنسك، ودعت حكومة أمستردام للاحتكام إلى القنوات القانونية حسب ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وكانت قوات خفر السواحل الروسية اعترضت سفينة تابعة لمنظمة السلام الأخضر في بحر بارنس في أوائل سبتمبر الماضي، واحتجزت جميع من كانوا على متنها عقب محاولتهم الاحتجاج بالقرب من منصة نفط روسية تابعة لشركة غاز بروم، ووجهت إليهم تهمة القرصنة. من بين المحتجزين مصور صحفي روسي كان يقوم بمهمة لتغطية هذه الأحداث. تقول زوجته: أنا سعيدة بأننا نتلقى الدعم من العديد من الصحفيين، أعتقد أن أي صحفي قد يتعرض للأمر نفسه. النشطاء ينتمون إلى نحو 18 دولة، ويشير قانونيون إلى أنه في حال إثبات تهمة القرصنة فإن أحكاما قد تصدر بحقهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النشطاء لا يعتبرون قراصنة، لكنهم قاموا بانتهاك القانون الدولي.